خشي بصراحة يا أمي أنا ما عم صدقك بنوب. وعدي سويتي برك وعملتي بقلاوة وغسلتي الغسيلات يلي كانوا بالغسالة ونشرتيهم، والله برافو عليك. إيه سلم إيدين محاسن، إجت عملتهم وراحت. قلتي محاسن؟ خالة محاسن عملت هيك؟ أمي حرام عليكي والله. أمي ما بيصير، يعني هي المخلوقة كتير قلبها طيب وما بتقول لا، بتعرفيها أنتي. ايه ما عملت لها شيء، انت ليش دايتي؟ هي حبت تساعدني بشغلي، عملت برك وعملت بقلاوه، شو فيها يعني؟ وحبت تنشر الغسيل وترتب لي هالغرف شوي، يعني شو عملت انا؟ شو غلطت بحقها؟ المخلوقه حبت تساعدني، بعدين انت شو دخلك؟ شو فيها يعني؟ حاجه قلبي وشك فيني؟ روحي بالاول نطفي وضبي غراضكم، ليكي جوزك كيف زاتت الجاكيت؟ ريحته معبيه الصالون يعني. ماشي مقرف. هلا بضبه، فهمنا. الزلمة بيرجع من شغله تعبان، عم يشتغل مشاني. عم يشتغل مشاني؟ جاوبيني، وين المعاش؟ وين المصاري؟ شو هي؟ يي رسالة. زوجي حبيبي كتب لي رسالة اللي شفتي. بترقص الفراشات بقلبي لما بشوفك. لو اجيت على الدنيا مرة تانية كنت رح لاقيكي من جديد. ايه شو هالحكي الحلو هاد؟ كأنك سحرتيني بحلاكي. اسمعي اسمعي، إذا أنتي كمان كنتي معجبة فيني، طبعاً معجبة يا أهبل، بكفيني تعطيني إشارة يا نايا. إذا أنتي كمان معجبة فيني بكفيني تعطيني إشارة يا نايا. مين نايا؟ نايا؟ مين نايا؟ مين نايا أمي؟ هلأ بيّن الموضوع وصار أحلى بكتير كمان. كأنك سحرتيني بحلاك، إذا كنت معجبة بكفي تعطيني إشارة يا نايا. لأنه بحس فيها متعة وأكشن، حركات الحب والعواطف ما لا طعمة، كلها حكي وشغلات بلا طعمة، كلها حكي وشغلات فاضية. يا سلام يا سلام، هدول مطبوخين بإيدي ماما زمرد مزبوط؟ معقول؟ عجبني ومصدق أنت عملتيهم ماما زمرد؟ معناتها مو أنت. شكله رايح علي شيء؟ مو طبيعي شعرك اليوم، شو حلو يا حبيبتي. يا ترى انت عامله شيء؟ مو باين ولا قطعه برك؟ ما ضل برك لك وما في شيء بنوب. لك ماما زمرد انت ليش بتحبي تكبي البنزين على النار؟ ولا مو حلوه بحقك بنوب؟ انا جوعان وبدي اكل. سكوت، لسه لك عين تحكي مو؟ شو رجعنا للكنباية؟ ايه رجعنا للكنباية. تعي عدي شوي هون حبيبتي، اسمعيني منيح. هلأ بشركتنا نحنا في عنا مديرة قسم اسمها نايا. هي نايا وحدة قاسية وشايفة حالها وغريبة الأطوار كمان، وحيانا رفيقنا بالشغل هو معجب فيها كتير. ترقص الفراشات بقلبي. اسمعيني إذا بتريدي بس لحظة شوي، وهو شيء ممتاز. لو اجيت على الدنيا مرة تانية كنت رح لاقيكي من جديد. ممتاز. صراحة هو قال لي إنه حبيبة البنت وعشقانة كتير كمان، وطلب مني إني ساعده واكتب له رسالة حلوة لحتى يبعدنا إياها. ليش؟ قال لأني حدا توفقت منيح بقصص الحب، لهيك قال إنه نحنا يعني قيس وليلة بغيروا من قصتنا. تخيلي حبيبتي، مشان هيك طلب مني. إذا رح كون أسعد واحد، كأنك هجمتي على قلبي، حاسس إني ملكت الدنيا بهذا الحب. أمي اسمعي، هدول يلي كاتبهم جمل عاطفية كتير، إذا معجبة فيني أعطيني إشارة. شو كأنك عم تحكي على بالطابة معقول إيكو؟ بعرف بس ثانية معلش أخذها شوي. طبعا جملي هدول لأنه أنا اللي قلتهم وهو اللي كتبهم حبيبتي، مشان الله شوفي، معقول هذا يكون خطي؟ أنا خطي بينقرا بهي السهولة. بعدين ليكي هون هو مفرق الكلمات شوي، تعرفيني أنا بلزق الكلمات لسق بعضهم لما أكتب. شوفي أنا بكتب هيك. إيه مزبوط، ما بيعرف يكتب هيك. شفتي؟ صدقتي. إيه ليش الرسالة معك هون؟ ليش معي؟ أنا رح قلك، لأنه قال لي زبط لي إياها لأنه صارت طويلة كتير، فتحمست وكتبت كتير، بعدين قال لي اختصر أمت مشان اختصر جبتها معي، وهذا كل شيء يا روحي. الله وكيلك. إيه لا أموي لا تطلعي فيني هيك، الله يوفقك حياتي. أنت بتعرفي مين متجوزة؟ أنا حبيت ساعد رفيقي بكتابة الرسالة، بكون غلطت يعني؟ لا هدول جمل عاطفية وبعرفهم وفيهم حماس كتير ومشاعر، بدك تضل تنام هالكنباية هي لحتى تثبت براءتك، وحميد ربك إني ما زتيتك قدام الباب. زتي قال ساعد رفيقه، قال روحي زتي قدام الباب، لك الحشي برا. شكرا كتير حبيبتي، فضلتي علي. صحيح كان في مباراة بدها تطلع على التلفزيون نتفرج عليها؟ قوم نام أحسن لك. دفيس ناكر المعروف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.